مرحبا، عم نطل عليكم يوميا بانفوكس مع مسيو روجيه زكار. اهلا وسهلا فيك. تنحكي اكثر عن كومن ابلكيشن. قد ما نحكي صراحه عن هالابلكيشن بنكون مقصرين، وبدنا نذكر كل المشاهدين انه فيهم يعملوا داونلود للابلكيشن فور فري اكيد، وفيهم من خلالها يامنوا على اي شيء بيخطر ببالهم باسعار خياليه. اليوم خلينا شوي هيك نغوص بتفاصيل تامين السيارات. مزبوط، نحن خلال هول الحلقات بدنا نضوي على التأمين الرقمي ونقول لهم لكل اللي عم بيحضرونا كيف فيهم ياخذوا أي نوع بوليس تأمين موجود على الأبليكيشن بأقل من 90 ثانية. هلا اليوم نحن حنحكي عن التأمين اللي هو تأمين السيارات. نحن اليوم إذا بنفوت على الأبليكيشن رح نتعرف هلا سوا مبدئيا على الطريقة كيف بنقدر إنه نعمل التأمين دغري على الأبليكيشن. نشتري بوليس تأمين. اليوم نحن قلنا بدنا نفوت على الأبليكيشن، فتنا على الابليكيشن يلي انا وياك عملناه لداونلود. مزبوط. نحن عندنا كذا نوع تامين، نقينا نوع تامين على السيارات. فبنبدا بالتامين على السيارات. نحن اكيد هون عم بيشرحوا لنا شوي انه التامين على السيارات هن تابع لشروطات التامين يلي حطتها الدوله، فان اخذوها من الابليكيشن او من اي شركه تامين هي ذاتها. هون عم بيقول لنا مين شركه التامين يلي بتصدر البوليصه، وانه البوليصه بتوصلنا خلال يومين. فنحن بس نفوت على الابليكيشن فينا نحن نأمن اليوم التأمين الإلزامي، فينا نأمن التأمين الإلزامي وضد الخير، وفينا نأمن تأمين ضد الخير. نحن لنقدر نفوت نعمل بوليس التأمين يا منفوت منسجل عبر جوجل فيسبوك أو كذائر، منعبي المعلومات اللي كانت مطلوبة ونشتري بوليس التأمين. بدنا نضوي بس على السعر، يعني 85 دولار السعر خيالي مبدئيا. كيف بدنا نخبر المشاهدين كمان كيف ممكن يحصلوا على النسخة الأصلية من البوليسة؟ مزبوط، نحن أول شغلة هي بتوصل بوليسة إلكترونية يلي هي ممضية إلكترونية يعني تابعة للمعايير العالمية، وهي أول بوليسة رقمية بتوصل بلبنان. وبذات الوقت للتأمينات يلي هن بحاجة للورقة نحن بتوصل له خلال يومين عنده على البيت وين ما كان بيته. يعني نحن وقاعدين بالبيت بنقدر انه نأمن على السيارة بدون اي مجهود وبأسعار جدا جدا مدروسة. هلا بحال وقوع اي حادث كيف ممكن انه نتواصل معكم؟ هيك معلومات عامة شوي. يعني نحن اذا في اي حادث كأنه اي بوليس التأمين ساري او ماشي بقلب بوليس التأمين في المعلومات، الاتصال بالخبير او الاتصال بشركة الونش او الاتصال بشركة التأمين، هو في بقلب بوليس التأمين عند وقوع الحادث يتصل بشركة التأمين، وأكيد شركة التأمين يلي هي كمان كوميرشال انشورنس هي حتقدر تلبي. هلا كمان في ريمايندر بدنا نحكي عنه بالابليكيشن، خبرنا شوي عن هيدا الموضوع. مزبوط، نحن يلي عم نجرب نعمله انه عم نجرب نخلي كل شيء يكون عبر الابليكيشن. يعني اليوم مجرد عملت بوليس التأمين على الابليكيشن بوليسك التأمين تتسيف على تليفونك، يعني ببقى في لزوم تعرفي وين حتى بوليس التأمين وين بده ضبهم موجودة. فنحن اليوم كل تأميناتك كل محفظة التأمين تبعيتك صارت على التليفون، وبس تجي قبل انتهاء التجديد قبل ما انتهاء بوليستك بيجي بوش نوتيفيكيشن، يعني بتجي الابليكيشن بتذكرك انه بوليسة سيارتك قابلة للتجديد، تكبسي كبسة زر وحدة انه نعم اريد التجديد، وكمان مثل ما كانت سنة الماضي بتوصلك البوليسة على البيت وإلكترونيا عبر تليفونك خلال ثواني. يعني باختصار أبليكيشن كومن سهلة الاستعمال وأسعارها، يعني كيف كان عندكم الجرأة أنه تكون هالقد الأسعار مدروسة؟ نحن الأسعار مدروسة، ولكن هيدي لأنه التكنولوجيا هي المستقبل. يعني كل ما يزيد أعداد العالم اللي عم تعمل أبليكيشن كل ما الأسعار بتوطى، فنحن منشجع الكل. بدنا نتشكرك مسيو روجيه زكار، وبدي أشكر المشاهدين على المتابعة، وبوعدكم أنه رح نلاقيكم يوميا ونحكي أكثر عن غير مواضيع أكيد، مش بس عن تأمين السيارات، عن كل شيء موجود على أبليكيشن كومن. شكراً.